طيب، في بالتأكيد مجموعة وأخبار كتير حصلت امبارح، أهمها التقرير اللي نشره مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء. التقرير ده في الحقيقة وضح إن مصر أصبحت من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في إفريقيا، ده غير توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة على هامش مؤتمر المناخ. كمان نفي الحكومة للشائعات اللي ترددت حول وقف صرف تكافل وكرامة خلال استبدال البطاقات القديمة بكروت أخرى مميزة. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها التقرير اللي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واللي بيتضمن إنفوجراف بيوضح الجهود المصرية للتحول لطاقة نظيفة، وبيأكد كمان على نجاح مصر في أن تصبح من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في إفريقيا منذ عام 2010 ولحد دلوقتي، وده نتيجة لرفع قدرتها في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستفادتها بشكل كبير من التوظيف الجيد لاستثمارات الطاقة المتجددة. كمان امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت حول وقف صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال فترة استبدال بطاقات الصرف القديمة بكروت ميزة. المركز أكد إنه دي مجرد شائعات غير حقيقية، وإنه صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة مستمر من منافذ الصرف المختلفة دون توقف، وإن عملية استبدال بطاقات الصرف القديمة لا تتطلب سوى توجه المستفيد لإحدى مكاتب الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات لاستلام بطاقة ميزة وتسليم البطاقة القديمة دون دفع أي رسوم مادية. امبارح شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الصندوق وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة، وده كان على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 واللي بتستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ. امبارح التقرير الإعلامي الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات أوضح إن وسائل الإعلام الدولية ركزت على التصريحات اللي خرجت من البيت الأبيض، واللي بتأكد إن الولايات المتحدة ومصر عازمين على تطوير الشراكة الاستراتيجية وتسريع الجهود الدولية لتجاوز الأزمة المناخية. وأكدت الهيئة إنه في تقدير عالمي لمبادرات مصر بشأن المناخ تفعيلاً لتوصيات COP27.